مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذه المباشرة. مدينة الدار البيضاء بالضبط في رياض الألفة، حارق في واحد المنزل في الكاتريام بسبب تماس كهربائي في التلفاز، ربما خلاو شاعل لمدة طويلة وسبب لهم في حارق في الدار. كما كتشوفوا الناس ديال الدرب كلهم مجموعين هنايا، إجا المطاف داروا خدمتهم، والحويجات ديال السيدة راهم تما في المليوحين. هادشي في رياض الألفة حدا التيرمينوس ديال العشرين. ثم كتشوفوا الدار كاملة تحرقات، الناس والجيران واقفين هنايا. اخويا فريد الألفة العافية علاش في هذا المنزل هذا بسبب تماس كهربائي في التلفاز حسب اقوال ديال الناس ديال هنايا. واخا السلام عليكم، تقولنا شنو وقع هنايا؟ ما كنتوش هنايا، ما ساكنينش هنا. شكرا. لا لا الحمد لله ما تأذى حتى شي واحد، الناس خرجوا من الدار، العائله اللي ساكنه تما خرجوا من الدار، حتى واحد ما تأذى الحمد لله، ولكن الفراش ديالهم كامل تحرق. انتم هذا الشيء اللي بقى في اللي خرجوا، اللي قدروا يخرجوا من الدار ديالهم، انتم كتشوفوا خرجوا غير سدادر. هادشي في رياض الألفة اخويا، في رياض الألفة حدا التيرمينوس ديال العشرين. السلام عليكم، تقدروا تقولنا شنو وقع هنايا؟ بسبب شارجور ماشي تلفازة، خاص الناس اللي هنا قالنا تلفازة شارجور ياك، خاص الناس هنايا قالوا لك بسبب التلفازة، موراش الدار كتقولنا بسبب التلفازة. شارجور جينا صنع العافيه ومشى شارجور، مالك تعوم الشارجور قدام كاولادها ما كاينينش ياك، ما تاذى حتى شي واحد فيهم. انتوما كتسكنوا حدا انتوما؟ انا ساكنه خويا هنايا. واخا تقريبا ما سالت العافيه. والله حنا خويا انا جيت سكبون شي 7 ونص 8 شكرا لكم. خا على حساب اقوال ديال هادو صحاباتها قال لك بسبب شارجور، قالك السيده كانت كتعوم ني مولاش الدار لها قالت لهم بسبب التلفازه، كل واحد شنو كيقول يعني مازال ما متاكدينش من الناس العافيه علاش، كل واحد شنو كيقول. كما كتشوفوا معنا الدار اللي في الكاتريام هي اللي تحرقات، تحرقات كاملة. السلام عليكم، لاله تقدري تقول لنا شنو وقع هنايا؟ لا خويا انا انت عارفه، انت من الجيران عارفه شنو وقع هنايا؟ ما تأذى حتى شي واحد. واخ شوف تيفي،
تما كتشوفوا معنا هنا الجيران ديال السيده كلهم واقفين هنايا جالسين معاها. هادشي خويا فريد ألفة، فريد ألفة تصور. لا غير نسول انا غير غنسول، لا ما تسول، بغيت نسول شنو وقع في الدار. الناس كيسولوا شنو وقع. ولد انت واخا قلت تقدر تقول لنا ما كنصوركش انا ما شفتش لك وجهك، شنو وقع في الدار؟ وقع والو، بس علاش العافيه ما كاينش كنكمل الدار راه وين صاحبي الدار؟ شنو المشكله؟ انا كنسول شنو وقع هنايا ياك. اصلا الناس كيسولوا علاش العافيه، علاش ما جاتش لك وجهك؟ الناس كيشوفوا العافيه سهله. غير لايف انا كنسول الناس العافيه سهله، الله يحسن العوان. انا كنسول صافي شكرا صافي. شما كتشوفوا معنا هذا الابن ديالها الله يحسن العوان. الناس كيقولوا العافيه علاش بسبب الشارجر على ما قالوا الناس هنايا بسبب شارجر. هادشي خويا فريد ألفة العافية طفاش دابا رجع الإطفاء السالة والخدمة ديالهم. شوما كتشوفوا معانا واخا ما تأذى حتى شي واحد عمي. والله اعلم بلا ما تصور لنا هادشي. الله يرحمك. انا ما صورتك، انا ما صورتك، انا ما صورتك، انا ما احتاجيتش، انا ما صورتك. كاين السلطه، انا ما صورتك. الله يسهل، ما تسولنيش انايا صافي. اسمح لي شكرا. غتصور راه حيت تصور انا راني كنصور دابا، راه ما سولتك صافي. كاين السلطه دارت الاجراءات ديالها، انا راه كندير خدمتي شكرا. خدمتك راه ما عندكش حق باش تقف عندي انا، ما عايشش لك انا باش. انا ما صورتكش، تلقى راسك مصور ديك الساعه. انا ما صورتكش، انا ما صورتكش. كنصوروا العافية سهلة. أنا كنصور لك شي حاجة أنت؟ صافي سير أصاحبي خلينا خدامين أصاحبي. لا حيت كتقول لي كتصور شنو كدير هنا؟ أنا قلت لك شنو كندير، شكون أنت باش تقول شنو كندير؟ صورنا الدار. سير أخويا عم سير قولها لهم. صافي دويتي بزاف اصاحبي، راه عافيه ساهله مالك اصاحبي. وصورتك وصورتك صافي سير اصاحبي بحالاش. شوفوا رجال المطافئ داروا الخدمه ديالهم طفاو العافيه. هادشي اخويا فريد ألفة، فريد ألفة فين شعلات العافيه في الدار كيقولوا بسبب شارجر. شي كيقولوا بعض الناس هنايا وشي كيقول في التلفازه. شكرا اليوم على التدخل السريع اللي داروا. طالب في كاترين ميسرات فيها العافيه.